قبل أن يودع منصبه الرئاسي المؤقت أقر المستشار عدلي منصور قانونا بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة. القانون الجديد يمنع الدعاة وعلى رأسهم أساتذة جامعة الأزهر من صعود منبر الدعوة وإلقاء الدروس والخطب الدينية إلا بتصريح من وزارة الأوقاف أو الأزهر، بل ويعاقب القانون المخالفين بالسجن من 3 أشهر إلى سنة وغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تتجاوز 30,000 جنيه. هل يعد القانون الجديد تنظيما للدعوة أم تأميما لها؟ وهل يصبح الترخيص الحكومي الأمني هو تأشيرة صعود المنابر والخطابة؟ وما السبب وراء إصداره في هذا التوقيت؟ ولماذا لم يتم الانتظار حتى تشكيل مجلس النواب الجديد؟ سيل من القوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية أصدرها المستشار عدلي منصور خلال يوم واحد في الساعات الأخيرة لبقائه في قصر الاتحادية، كان من أهمها قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة. القانون نص على عدم جواز ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد لغير المعينين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر المصرح لهم، كما نص على إصدار التصاريح بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف. ويجيز القانون الترخيص لغير الفئات السابقة بممارسة الخطابة والدروس الدينية، لكن وفقا لضوابط وشروط محددة يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك. كما يمنع القانون غير خريج الأزهر من العمل بالدعوة، ويعطي لأئمة الأوقاف صفة مأموري الضبط القضائي لتطبيق مواد العقوبات الواردة فيه والتي تنص على عقاب من يمارس الخطابة دون ترخيص بالحبس لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 50,000 جنيه. ويثير هذا القانون تساؤلات حول مصير الدعاة والخطباء من غير خريج الأزهر وكيف سيتم التعامل معهم خلال الفترة المقبلة. وكانت وزارة الأوقاف قد أصدرت قرارات سابقة بمنع عدد من الدعاة السلفيين من صعود المنابر، ومنهم الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان وياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، لكن الأخير استمر في إلقاء خطبة الجمعة وقال إنه تقدم بطلب لوزارة الأوقاف للحصول على التصاريح اللازمة. بذلك يختتم المستشار عدلي منصور عمله في قصر الرئاسة باعتباره الأكثر إصدارا للقوانين بعد إقراره العشرات من التشريعات التي أثارت جدلا بين مراقبين اعتبروها تجاوزا لدور الرئيس المؤقت مهمته تسهيل الفترة الانتقالية بما هو ضروري فقط، لكنه تعدى ذلك إلى إصدار قوانين هامة تشكل ملامح الفترة المقبلة في البلاد. لمناقشة هذا الموضوع معي في استوديو الجزيرة مباشر مصر الدكتور محمد الصغير، وهو وكيل لجنة الأزهر والأوقاف بمجلس الشعب السابق. أهلا بك معنا دكتور محمد. ومعنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول الشيخ سلامة عبد القوي مدير الإعلام السابق بوزارة الأوقاف. أهلا بك معنا شيخ سلامة. اهلا وسهلا بك. طيب ابدا معك دكتور صغير، ودلالات اصدار هذا القانون في هذا التوقيت. ما فيش حد يطلع منبر او يقول درس في مسجد الا يكون معين في وزاره الاوقاف او من وعاظ الازهر الشريف، ما رايك؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد من الخدائع الكبرى التي خدعنا بها في ال10 أشهر الماضيه اننا اعتبرنا ان المستشار عدلي منصور رجل موجود على سبيل الديكور فقط، ولكن أنا بعد سيل هذه القوانين في هذا الوقت القليل يتضح لكل ذي عينين أن عدلي منصور يمثل أعظم وأقوى أذرع الانقلاب، فهو الذي دستر هذا الانقلاب، وهو الذي قنن هذا الانقلاب، وهو الذي شرعن هذا الانقلاب، وينطبق عليه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه حتى ما سيستجد ما سيأتي. فعبد الفتاح السيسي أراد أن تكون كل الأمور مهيئة. عدلي منصور لو هو نجار مسلح ما كانش عارف قفل القوانين في الوقت ده، يعني نجار مسلح لو اديته شوية صناديق عشان يقفلها بالشاكوش ياخد وقت، لكن قوانين معلبة وجاهزة. طيب. وفي وقت سريع وفي أمور يعني أمر زي تنظيم الخطابة ده تعمله لجنة في وزارة الأوقاف، تعمله لجنة في الشؤون الديانية. دلالته إيه؟ إنه أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، هذه الدلالة إنه كل شيء في مصر
يريد أن يهيئ للرجل القادم، لأنه الثورة الحقيقية الموجودة في مصر عمادها المساجد وعمادها الأيدي المتوضئة، وهي تخرج من باحات المساجد وبعض الصلوات. فهم يريدوا تكميم الأفواه ولا يريدوا أي نوع من المعارضة حتى لو كانت على المنبر. طيب اسمح لي فضيلة الشيخ سلامة عبد القوي، أليس هذا القانون يعني يعد حماية للدعوة الإسلامية من أن يتحدث فيها كل مار في الطريق بشكل أو بآخر، أو يتحدث فيها غير ذي صلة وغير المتعلمين بأن يعني تكون مقصورة على وعاظ الأزهر الشريف أو المعينين من قبل وزارة الأوقاف، أم له أبعاد أخرى؟ فضيلة الشيخ تفضل. طبعا مما لا شك فيه ان الذريعه اللي هم بيتزرعوا بيها ان احنا بننظم العمل الدعوي وبننظم الرساله الدعويه في المسجد، لكن طبعا هذا كذب وافتراء، وهذا القرار قرار جاهل لا يقره الا مغفل مغيب. لماذا؟ انا اتحفظ على بعض الكلمات وارجو ان نكون يعني ندخل في صلب الموضوع. تفضل يا فضيله الشيخ. هو على فكره ان الالفاظ اللي ذكرتها دي ما فيش فيها تحفظ، لان دي الفاظ علميه اقرها علماء الحديث. المغفل دي درجه معروفه عند اهل الحديث. ولا نكران عليها، لكن نخش في صلب الموضوع. ليه انا بقول الكلام ده لا يقره الا مغفل مغيب جاهل؟ لان احنا انا اريد ان اسال هذا الرئيس، أو نسأل وزير الأوقاف، أو نسأل أي واحد من هؤلاء، كم عدد المساجد في مصر؟ أتحدى أن واحد يجاوبني على هذا السؤال. أليست كل هذه المساجد تؤدى فيها صلاة الجمعة؟ نعم. طب هل يستطيع بهذا القانون، هل تستطيع وزارة الأوقاف أن هي تنظم المساجد، تنظم خطبة الجمعة في المساجد؟ الإجابة لا، مستحيل أن تنظم خطبة الجمعة من خلال وزارة الأوقاف بمثل هذا القانون، لأن احنا عندنا في وزارة الأوقاف، وأنا الأرقام اللي بقولها دي أرقام أنا عارفها كويس جدا بحكم عملي كمستشار لمعالي وزير الأوقاف الشرعي الدكتور طلعت عفيفي، وبحكم عملنا في وزارة الأوقاف أنا وفضيلة الدكتور محمد الصغير. عندنا بنتكلم عن 55 ألف إمام، دول اللي هم المعينين في وزارة الأوقاف، الأئمة والخطباء التابعين لوزارة الأوقاف بوظيفة رسمية. عندنا 40,000 خطيب بالمكافأة، يعني بنتكلم في حوالي تقريبا 95,000 إمام ما بين خطيب بالمكافأة وما بين خطيب معين. عندنا عدد المساجد التابعة المضمومة بقرار رسمي تابعة لوزارة الأوقاف بنتكلم في 110,000 مسجد، يعني لسه ما زال هناك عجز لدى وزارة الأوقاف مش عارفة تغطي العجز بتاع المساجد بتاعتها. لسه ما لم نضف على هذه المساجد مساجد الجمعية الشرعية، مساجد جمعية أنصار السنة، مساجد الجمعيات الخيرية، المساجد الأهلية، المساجد الخاصة التي لم تضم حتى الآن لوزارة الأوقاف. هذه هي المساجد في مصر، ده في الشارع الواحد ممكن يبقى فيه خمس مساجد. إذن من سيؤدي خطبة الجمعة في هذه المساجد؟ هل تستطيع وزارة الأوقاف بالأئمة سواء المعينون فيها أو خطباء المكافأة أن هم يسدوا العجز؟ الإجابة مستحيل. يبقى هنلجأ إلى مين؟ يبقى هنفتح الباب لإعطاء رخص جديدة. من سيمنح هذه الرخص؟ أمن الدولة. يبقى إذن هذا هو قرار لتأميم المساجد وتأميم المنابر. طيب. وفاته شيء واحد بس في الحقيقة للأمانة، فاته شيء واحد لم يذكر في هذا القرار، وهو أنه لم ينص على طبيعة من سيدخلون المسجد لأداء صلاة الجمعة، وهذا أعتقد ما سيقره السيسي في الأيام القادمة. ابقى معي فضيلة الشيخ. ينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة السيد أسامة محروس نائب سابق، أو عبر الهاتف عفوا، السيد أسامة محروس نائب سابق في البرلمان عن حزب النور. أهلا بك معنا سيد أسامة. اسمح لي، يعني هناك دعاء كثر ومن الشهرة بمكان ومش خريجي الأزهر أو منضمين لوزارة الأوقاف، ألا يعد هذا القانون جور على حق هؤلاء الذين أثبتوا أن لهم باع في مجال الدعوة ولهم شعبية كبيرة أم لا؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هذا القانون ليست هذه المرة الأولى التي نسمع عنه، وبالمناسبة أنا لا أعرف هو صدر أم لا، لأني بحثت في الوقائع المصرية وفي الجرائد الرسمية فلم أجد له صدور. لا بس هو كلام
لا انا معايا القانون اقول لحضرتك، طبعا اكيد ممكن ما تكونش شايفني بشكل، قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 51 لسنه 2014 بتنظيم ممارسه الخطابه والدروس الدينيه في المساجد، اما كونه في الكتاب الرسمي للدوله فالرئيس اصدر عشرات القوانين في الكام ساعه اللي فاتوا، فممكن يكون سقط منهم سهوا يعني، لكن تفضل. على اي حال خلينا نتكلم في القانون، صدر او لم يصدر بغض النظر يعني. طيب اذا لاننا بس احنا نحب نستوثق اولا، وانا اعلم ان الشيخ محمد الصغير موجود مع حضرتك، موجود اعتقد ان الشيخ محمد الصغير كان له يعني علاقه بالقانون اثناء عرضه في مجلس الشعب السابق الذي كان عضوا فيه، واعتقد هو يعلم جيدا من الذي تقدم بهذا القانون ومن الذي كان يا سيد اسامه. سيد اسامه عفوا، انتوا رايكم ايه؟ حزب النور، انت كنائب عن حزب النور سابق في البرلمان، رايكم ايه؟ رايكم كدعوه سلفيه في هذا القانون ايه بهذا الشكل؟ رايونا في هذا الموضوع ثابت، وانا اقول لك يعني لمحه الموضوع، والراي نرفض هذا القانون ونرفض ان يتم الحزب. سيد اسامه هل ما زلت معي؟ طيب انا الحقيقه لا استمع للسيد اسامه محروس، فارجو ان يتواصل معنا مره اخرى، وقبل ان نتابع النقاش نذهب سريعا لزميلي عمر فياض، واهم وابرز التعليقات لديك في هذا السياق. عمر تفضل. جاءت تعليقات عديده، نبداها من موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيمنى تقول علشان يبقى شيوخ السلطان بس هم الموجودين في او زي زمان، ويبقى ممنوع الخروج على الحاكم. تعليق لي سلام يقول أهلا بالعلمانية. أما تعليق لي فاطمة زهران تقول فيه أمال بيقتلوا شباب الأزهر ليه. تعليق لي أحمد يقول في بعد كده الصلاة في المسجد هتبقى باشتراك لأنهم هيخصخصوا المساجد. تعليق لي رضا وهو آخر تعليقات على فيسبوك يقول فيه أصبح المنبر في الوطن العربي يستعمله كل شخص وليس المثقف فقط أو الإمام بمعنى الكلمة. أما تعليقات تويتر فعليها لفراج الفخراني يقول خلاص بقى سيحارب كل من يعض الناس، أو سيحارب كل من يعض الناس حتى لو في الطريق أو في السيارة هتبقى تهمة سب وقذف. تعليق لحمدي يقول فيه أمن الدولة يجدد نشاطه وعسكرة كل شيء تتم على قدم وساق. أما تعليق لهذا الحساب يقول احتكار لكل شيء حتى الدين والدعوة والمنابر والصلاة، هذا هو حكم العسكر يا شعب. آخر التعليقات على تويتر لحمدي يقول عسكرة المساجد وعودة نشاط أمن جيت أمن الدولة مرة أخرى. كانت هذه بعض التعليقات التي وصلتنا. شكرا جزيلا عمر، وعاد إلينا ضيفي عبر الهاتف. يا سيد أسامة كنت بسألك عن موقف الدعوة السلفية أو حزب النور ورؤيته لهذا القانون، وأرجو أن تجيب علي سريعا في صلب الموضوع. تفضل. سريعا في صلب الموضوع اقول لك نحن كما رفضنا هذا القانون لما عرض في مجلس الشعب، ورفضناه لما عرض في مجلس الشورى، ولاجل هذا قلت لك في وجود الشيخ محمد الصغير انه يعرف موقفنا جيدا ويمكن ان يعطيك لمحه عن هذا القانون. نحن ما زلنا نرفضه لانه يقوض حركه الدعوه ويحرم كثير من الشعب من كثير من علم الدعاة والعلماء الكثر، ويظهر ان القرارات والقوانين التي اتخذت في الفتره الاخيره ونحن كنا نحذر منها الرئيس المؤقت، وانه لا ينبغي ان يكثر من اصدار القوانين لان هذا يعني من صلاحيات المجلس القادم ومن صلاحيات الدوله المستقره، فنحن صراحه نحن نرفض هذا القانون بهذا الشكل وبهذا الوضع. شكرا جزيلا أسامة محروس عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. واضح أن لهذا القانون جذور ما، والحقيقة فضيلة الشيخ البعض يرى يعني تنظيم عمل ليس أكثر من ذلك، لا أمن الدولة ولا إقصاء فصيل معين، هو بيقول المعين في الأواف هو اللي يطلع المنبر، وده يعني ده يراه البعض حق أبلج يعني كما يقول البعض. فضل. مش عارف البعض ده لابس إيه علشان رأى هذه البلاجة، ولكن دعني أضع لك القيادات الأزهر الشريف وقيادات وزارة الأوقاف هي من قالت الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف، ده بيقول إن القانون جه متأخر جدا، بس أفضل إن هو جه قانون الخطابة لا يقصد أحد بعينه، والهدف منه التنظيم. الشيخ محمد عز الدين وكيل الأوقاف. هذه قيادات لجنة السياسات، ومن ذكرته هذا جابر طايع والشيخ سلامة شاهد، يبقى عندك اثنين. كان يدخل إلى مكتبه ومكتب الشيخ سلامة ويقول أنا إخوان مسلمين لي 40 سنة، اسأل الشيخ سلامة على الكلام ده.
تمام. أيام الإخوان ألم إخوان، دلوقتي ماشي مع الموجة، لكن دعني أقول لك كلام علمي. لما يقول أنه لا يعتلي المنبر إلا الأزهر، والأزهرية شرف لنا من أعظم ما نفخر به، أين سيذهب من تخرج من كلية دار العلوم وهي كلية عريقة تعتبر شقيقة لكليات الدعوة وأصول الدين؟ أين سيذهب أبناء كليات الدراسات الإسلامية وهي موجودة بفروع متعددة ولا تتبع الأزهر الشريف؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الجمعية الشرعية فقط. فضيلة الشيخ سلامة، أجمل الكلام في قضايا الجمعيات. أنا أديك مثال بالجمعية الشرعية فقط، لها 7000 مسجد. هذا الرقم لما كنت عضو هيئة علماء الجمعية في عام 2009، فما بالك وصل العدد كام الآن؟ 7000 مسجد. من أين سيأتوا بخطباء للجمعية الشرعية؟ ثم عندنا 21000 إمام أزهري ومتعاون مع وزارة الأوقاف ولو ترخيص، لماذا ألغيت؟ لو القرار مش قرار أمن دولة، محمد مختار جمعة، محمد مبروك مخبر أمن الدولة القابع في وزارة الأوقاف، ألغى تصريح ل 21000 خطيب. في نقطة مهمة جدا سريعا، الدكتور محمد مرسي كان رئيس منتخب من الشعب، أصدر بعض القرارات التشريعية التي رأى فيها مصلحة الأمة، قامت الدنيا ولم تقعد. هذا رئيس معين من جنرال منقلب، ومع ذلك بنعاني من إسهال في ما بين قوسين. الهدف من هذا القانون من وجهة نظرك؟ أنا عايز أوضح نقطة أثرها السيد النائب عن حزب النور لما استشهد به في مجلس الشعب وفي مجلس الشورى، وقال أن هذا القانون قدم. هذا القانون لم يقدم في مجلس الشعب ولم يقدم في مجلس الشورى، وإنما الذي تم تقديمه كان من قبل الشيخ سيد عسكر، كان قانون عن نقابة الدعاء. وكان في نقطة اعترضنا عليها في حينها واعترض عليها حزب النور، أنه لا يدخل نقابة الدعاء إلا أزهري. شايف طيب الفرق؟ طيب نقابة يا شيخ سلامة، القانون الهدف منه هو إقصاء كل ما هو ضد الانقلاب العسكري من الشيوخ وأهل العلم الديني، هذا هو السبب الرئيسي، خصوصا من ينتمون منهم للجماعات كجماعة الإخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية وما شابه، أم لا؟ يعني خلينا نتكلم بالأرقام. لما نلاقي في عندنا 12000 إمام تم إيقافهم عن العمل بعد الانقلاب العسكري حتى الآن، يبقى ده معناه إيه؟ ده هم ليس لهم انتماء وليس لهم أي شيء. كل ما هنالك أنه ممكن ربما حصلت مشكلة بينه وبين أحد المأمومين في المسجد، فراح عمل فيه بلاغ فتم إيقافه عن العمل، وهناك من تم فصله من وزارة الأوقاف بشكل كامل، زي فضيلة الدكتور محمد الصغير، زي الدكتور، زي أخونا الشيخ عصام تليمة، زي مجموعة كبيرة جدا من المشايخ والعلماء الأجلاء، ومنهم أنا أيضا. يعني إذا لما نتكلم عن لماذا تم فصل هؤلاء من وزارة الأوقاف، هذا سؤال. سؤال آخر، 12000 إمام يتم فصلهم. سؤال ثالث، لما يكون في عندنا حوالي 20000 واحد خطيب بالمكافأة يتم إلغاء تصريح لهم، رغم ان هم يعني حياتهم قائمه. عفوا يا فضيله الشيخ، بس سريعا في 30 ثانيه، هم هيسدوا العجز ازاي فيما يقرب من على الاقل 50000 مسجد؟ على الاقل هيسدوا العجز ده ازاي من وجهه نظرك؟ عشان كده انا قلت لحضرتك في بدايه كلامي، هذا قرار جاهل لا يصدره الا مغفل مغيب، مغيب عن الواقع ومغيب عن الحقائق ومغيب عن الاعداد والارقام الموجوده على ارض الواقع. هو في النهايه هو قرار امن دوله، هيبقى موجود في مكتب وزير الاوقاف ومكتب شكرا. شيخ الازهر، الخطيب اللي هيجي منه شكوى بموجب هذا القرار هيحبسوه وبس. هتيجي الشكاوى منين بقى؟ هو ده السؤال، لان في ماده موجوده في هذا القرار بتنص على ان من حق وزير العدل ووزير الاوقاف منح الضبطيه القضائيه لعدد هم مدير عام ووكيل وزارة في وزارة الأوقاف. يعني مين اللي هيبلغ عن الناس دي؟ اللي هيبلغ عنهم هم الأئمة اللي موجودين في وزارة الأوقاف. يبقى تحول شكرا. أئمة وزارة الأوقاف إلى أمنجية وإلى مرشدي أمن الدولة. بس شكرا جزيلا يا شيخ سلامة عبد القوي، مدير الإعلام بوزارة الأوقاف، سابقا كنت معي من تركيا عبر أخبار سنة. أرجوك في ثانية موجز. في ثانية هو اللي هيحصل، الخطبة القادمة بعد كده هتبقى معممة. يطلع الإمام على المنبر يقول إحنا مترقبين وأقم الصلاة. أقم الصلاة. شكرا جزيلا الشيخ الدكتور محمد الصغير، وكيل لجنة الأزهر والأوقاف بمجلس الشعب السابق، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا، عرضنا في مصر الليلة متواصل معكم وفيه بعد الفاصل.
نتنياهو وبريز يصفان السيسي بالقائد العظيم، وأمريكا والاتحاد الأوروبي يقرران تخفيض مستوى تمثيلهما في حفل تنصيبه، ويعربان عن قلقهما بشأن الانتقال السياسي في مصر. والسؤال: هل فشل السيسي في إقناع العالم بشرعية فوزه في انتخابات ما بعد الانقلاب العسكري؟